يا اهلاويه، في ايه يابا؟ في ايه بس يا عمنا؟ ايه الدقه اللي انتوا عاملينها ده كله يا عم الحاج؟ ايه الدقه ده كله يا اهلاويه؟ في ايه يابا؟ وانتوا كاسبين بوركينا فاسو؟ وانتوا كسبتوا كاس العالم لانديا؟ ها؟ في ايه يا عم الحاج؟ ما هو هلال الهلال السعودي يعني. في ايه بس يا عمنا؟ في ايه بس يا عم الحاج؟ يا عم انت بتلعب هلال السعودي يابا، هلال السعودي. يعني ده لو جبت له اربع رجاله من معصر عندي هيكسبهم 4-0 زي ما انت عملتها. في ايه بس؟ ايه الدقه ده كله؟ في ايه يعني؟ مش جديد يعني هلال السعودي يعني مش جديد؟ انت كاسب مين هنا؟ بعدين حرام عليكم بقى الرجاله، انتوا نادي كبير، نادي غرن، اهلي اهلي المصري، نادي غرن يعني كبير جدا. حرام عليكم تكسبوا هلال 4-0، هلال السعودي تكسبوه 4-0، حرام عليكم. انتوا مش جدعانه، اقسم بالله ده مش جدعانه يا عم الحاج. والمفروض تكسبوا 2-1-0 وخلاص. ما ينفعش تفضحك كده قدام العالم بقى يا عمنا، حرام عليك بقى يا عم الحاج. انا بقولها لك لايف اهو يا عمنا، حرام عليك. نادي قرن في ايه يابا؟ في ايه؟ ايه اللي عملتوه النهارده في الهلال؟ ما عملتوش في الميراث ليه؟ ها؟ ما عملتوش في الميراث ليه؟ قول لي. انتوا بس عاوزين واير خلبان وتفرحوا فيه بقى يا عم الحاج. انا عارفكم، اقسم بالله انا عارفكم اهو. فيس تو فيس بقولها لك اهو يا عمنا. ده لو كان هلال السوداني يا عم الحاج كان يومكم اسود النهارده. بقول لك اهو، انا عارف يا عم الحاج. اجي لي وقت دلوقتي يقول لي ايه يا عمنا في، وانت تبع مين بقى يا عم الحاج؟ انا بقول لك لايف اهو يا عم الحاج، انا واحد زملكاوي ومش عاجبني اللي انتوا عملتوه النهارده في الهلال.